طبعا اهلا بكم في سوريا. ونحن نعرف ان الشعب التشيكي هو شعب صديق. وان القياده التشيكيه هي قياده صديقه. ولدينا علاقات مباشره مع السيده السفيره التي يقدرها الشعب السوري تقديرا عاليا. وحتى على المستوى الشخصي نقدرها تقديرا عاليا لمواقفها الواضحة والصريحة والجريئة التي هي في الحقيقة دفاع عن الشعب السوري وليس عن شخص آخر وليس عن شخص بعينه. لأنها من أعضاء السلك الدبلوماسي القلائل جدا جدا. الذين اطلعوا على واقع الحال ميدانيا على الأرض. وجمعوا معلوماتهم من خلال واقع الحال على الأرض. وليس من خلال الاستماع الى وسائل الاعلام كما فعل البعض. انا بشستو تو ميديا ريفيرو ياكو ديال نيكتيرجي. وكانت مواقفها صريحه وواضحه وعلنيه. يي ستانويس كابيلي اوبشيمني نهلاس فيرجيني. بعكس كذلك الامر بعض السلك الدبلوماسي الاوروبي نكتريخ ديبلوماتيكي افروبسكي تشينيتلو الذي كنا نسمع منه شيئا هنا تاريخ اسمه سليشيلي نيتسو يني هوتالي وعلى الاعلام شيء مناقض مختلف نا ميديا ارجيكالي نيتسو اوبلنا يني هو ادليشنيهو. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. فيتام فاس اشتيدنو. وانا جاهز للاستماع لكم والاجابه على اسئلتكم. ورق ابيض يا شباب، ورق ابيض. In the middle of February, you announced that the Syrian government is ready to negotiate with the opposition, even without any preconditions. And then Mr. Mualim went to Moscow, and today you had a meeting of the government. So can you tell us what's the news, what is the situation, current situation? صرحت بالتصوير في الحوار مع المعارضة بدون أي شروط مسبقة. امبارح الوليد السيد وليد المعلم في موسكو أطلق تصريحه. سأجيب على سؤالين معا. ماذا يجري في سوريا وموقف الحكومة من الحوار؟ قام مينيستر أوبوفيدا بشيمون أوبو أتاسكا تصدي في سوريا ستانوفيسكو ديالوجو. الجميع يعرف بأن المنطقة ككل شيخ نبي ميجي أوبلاسيا كتسلك تسلك أصيبت بتحركات بدأت بتونس ولم تنتهي حتى الآن. بلا بستابنا تيم بوهيبوم كتيري زاتشالي في تونس أدود كتيري دود نسكا نسكم تشيلي. وجميعنا يعرف بأن سوريا أصيبت منذ سنتين تقريبا. بما في شيخ نيجي سيريا بشد بما ركما تسلكم بلا بوستيجنا. بعلامات سميناها بأنها أزمة سورية بامتياز داخلية. بيلو أنياكي فاكتوري كتير اسمه رجيكالي جيتيسو سبيسيالي سيرسكي فاكتوري تي كريزي. الفارق بين الوضع السوري وكل الأماكن الأخرى رزدي قد سيتواتسي في سوريا أستاتني ستاتي أن سوريا لموقعها الجغرافي المتميز جي سوريا بروي جيوبوليتسكي وجيوغرافيتسكي بولوزي وأهميتها الجيوسياسية بالنسبة لأمريكا جيوبوليتيكي هدنوتو سلاش برو أمريكو والغرب أزاباد. كان هناك مشروع قديم وليس جديد ستاري بروجكت نيكوليف نوفي ونحن كنا نتكلم عنه منذ عام 2005 على الأقل. عم اسمه سأطو ديبيرونو ملوفيلي أدركو مينيمان أدركو باتسيسيبيت بعد الدخول الامريكي الى العراق اصبحت بو امريكي انفازي دو عراقو بان للامريكي والاوروبي بشكل جي
برو امريكاني او برو مشروع لتغيير الموقع الجيوسياسي لسوريا ماي بروجكت نبوزامير او زمينا جيوبوليتيكي بوستافيني سوريا في بلاستين. لذلك جاء الغرب وجاءت امريكا منذ اللحظه الاولى للازمه بروتو هنت اوتشاتكو كريزه اسباني ستاتي ازابان ودخلت على خط الازمه السوريه هنت سب من الشوالي دو لينيتي كريزه. الدخول على خط الازمه كان بوسائل متعدده ستوب نا لينيتي كريزه بين روزنيمي سبوسوبي بدأ بتخليق أسماء في الخارج على أنها المعارضة السورية. زاتشالوتو بيقولات نبو سبيش بفوقنوت نياكي أصبي في إكزيلو نزناتشيت جتيسو أوبوزيتسي سيرسكا كتيرا يه نزاقبني. رغم أن المعارضة الحقيقية هي في الداخل وليس في الخارج. أشكري برابدا يه تكوا جي سكوتيشنا أوبوزيتسي يه أوبنيت سيريا نيكولي فين. وعلى سبيل المثال نحن من المعارضة السورية التي شركت أخيرا في الحكومة. أنا بشكل ناشي سترانا سترانا بانا منيسترا يه زي سيرسكا أوبوزيتسي كتيرا سي بوديل لنا تورب فلادي بوسلدني فلادي. ثانيا ذهبت الى الحضن السياسي والاعلامي العالي المستوى لهذه الاسماء ولهذه المعارضة. زابادا سبيني ستاتي برافي ادوبتوفالي تدل اوبوزيتسي انا نايفيشي اوروفني ياك بوليتيكي تاك فينانشني. والجميع يعرف بان مئات المحطات الاعلاميه الغربيه هي وسائل هجوم على سوريا وليست نقد الحقيقه. ياك بيتي جستوفكي ميدياني كانالو يسوفي سكوتشنستي زامنسنانا زامنسناني تيم ابي اوتوتشيلي نا سوريا نيكوليف ابي ادراجيلي برافدو او سوريا. كنا في الداخل السوري وكنا نفاجئ بما يذاع عن سوريا لان كان يذاع عكس ما سوريا بس بيلي بشيك بابينوتس او سوريا ارجيكاي ميديا اشكري في فاكتا يوبني اوبراتسنا. ذهبوا سريعا وبعد الحضن السياسي والاعلامي وتخليق هذه القوى الى التمويل والتسليح. بوتيتسو داري دو انكوباتور برافي تدلي اوبوزيتسي ازاتشالي ياكو يرادت ادوبتوفات زاتشالي فينانسوفات او زبرويفات. والجميع يعرف بان السلاح دخل من جميع الحدود الى داخل سوريا. عف شيخني فيدي جي زبراني بشيشلو ستوبيو دو سيري زف شيخ هرانشنيخ بشيخودي سوسيدنيخ ستاتو تيري سو كلام سيري. يعني على مسافه 1000 كيلومتر بين سوريا وتركيا دخلت كل انواع الاسلحه. نا بشكل هذا هرانشي مزي سيريا توريتسكن تشينا سكورو تسيت كيلومترو بشستي هرانيتسي بشلي دو سيريا نيروزنيشي تيبي زبراني. والمفارقه التي لا يعرفها الا القليل تصير بارادوكسيم تريزنا مالوك دو ان السلاح في المرحله الاولى لدخوله لم يكن فقط موجها ضد القوات النظاميه والدوله جي ازبراني هلابني برمني ايتابي نبيل اورتشن ينوم زي زاتشاتكو بروتي ستاتو يي سلوشكي بل كان حتى ضد الحراك الشعبي السلمي الذي كان معارضة سلمية. توبيلو تاكي بروتي هنوتي اوبوزيتشني ميوفي هنوتي كترابيلو اوبنيت سيري. ونحن لدينا كثير من القيادات السلمية المعارضة على الأرض. نعم رجادة بوتساتي فونكسيونال جنبورجيك بيخ يكو فيليتلو في ناشي ستراني كتري بوصوبيلي بشيمو في رينو. التي اغتيلت بيد المجموعات المسلحة وليس بيد. بيلي نانيس باخاني اتنتاتي بيلي زبراجديني فروكاخ وزبرينيخ سكوبين نيكولي فولادو. بالإضافة إلى دخول المسلحين العابرين للحدود من دول كثيرة تمتد من شرق آسيا إلى المغرب. في ستوبي دو سوريا تكزواني بويوفنيكي كتري بشيشلي كتري سو بشيس هرانيتسين وبشيس نارودني خستاتو كتري دو آزيا أش دو ماروكا. والجميع يعرف بأن هذه التنظيمات التكفيرية الأصولية ليس لها حدود. جتيد لفوندمنتاليستيكي أورغانيزاتسي تكفيريستيكي نيزناي هرانيتسي نماي هرانيتسي. وليس لها وطن محدد. أنماي فلاست. بل لها مشروع واحد. على ماي يد ستيني يدنطني بروجرام. إقامة دولة دينية متشددة. بودوفات راديكالني نافوجينسكي ستات. للانطلاق منها الى المحيط ابي ستوس ستاتو دياكو بيزاكلادنوس كتري فيدو
دو قصتني وهي سويتها. وهي دائما تفتش عن الدول التي تتعرض لاضطرابات لتستفيد من هذا الاضطراب لنشاطها. Tedy skupiny vždycky hledají státy, kde jsou nepokoje, tak pro ně to je živá půda, aby právě se mohli rozvíjet. وجميعنا يتذكر تجربة أفغانستان. A všichni si pamatujete na zkušenosti z Afghánistánu. واليوم ليبيا. A dneska Libie. لن أتكلم عن تونس ومصر لأنه لم يظهر العمل العسكري الحقيقي. نبدأ من بيت تونسكو أجيبتيا برجي سكوتيشنا فوينسكا أكتي يشتي نبيلا نبي نورجيلا. ولكنه موجود بطبيعة الحال. على إكزيستوية تام. فاستفادوا من هذا الواقع ودخلوا لسوريا. تودي رياليتو أبستوبيلي دو سوريا. وتحولت الأزمة في سوريا. كريزة في سوريا ستransformovala إلى صراع مسلح. ك وينسكيمو كونفليكتو. نتيجة دخول هذه التنظيمات من خارج الحدود. سلتكو فستوبو تيتو أورغانيزاتسي فني هرانيتسي. الشيء الآخر الذي يجب التركيز عليه. دارشي بيت نكتري يتشبه صوص شديد. أن القيادات التي أنتجت في الخارج على أنها المعارضة الخارجية. جي ведоци опозиција кои били виробени под сати венков екзилу, ќе тој се оскутечни вуци опозиција. Волети аглабуха нитажу Америки и Вагарби. А веќе на тој се продукти Америки и Западни. وأغلبها غائب عن سوريا منذ ربع قرن على الأقل. أكيد شيء نزنيخ نجيو في سوريا نزناي سوريا مينيمال شتفرت ستولتي. ولا يعرفون حتى التجول في شوارع دمشق. أنا كنت نفيد يكسي ما خدت بو دمشق ونبو كودي كام. استفادوا من المجموعات المسلحة. في أوجيلي أوزبرويني سكوبيني. والمجموعات المسلحة استفادت من هذا الخطاب السياسي. أوزبرويني سكوبيني تك في أوجيلي ليخ بوليتيكي برويف. وأنجزوا تحالفا بينهما. في تورجيلي كواليتسي مزينيما. ولكن في النهاية كل ما هو ظاهر هو عبارة عن أدوات للهجوم على سوريا. على دوسلت كنت توه في كاجم شيبادي تو فشخنو تسو يزيغني تو يسو إنسترومنتي برو أوتوك نا سوريا. الحكومة السورية سيرسكا فلادا فهمت الأزمة منذ بدايتها. بوخوبي لا كريزي أوت زاتشاتكو. ودعت إلى ضرورة الذهاب إلى الحوار منذ بداية الأزمة. فيزفالا كنستولن ديالوكو هند قد برفيهو زاتشاركو كريزة. والجميع يتذكر بأنه أنجز لقاء حواري في الشهر السابع تموز 2011. بروتسيت باتيسيتي ايدناس في تشيرفنسي سيكونالو ستكاني برو ديالوك. يعني من حوالي السنة ونصف. تزان روك أبول. ولكن المعارضة رفضت الحضور إلى طرح الحوار. أوبوزيتسي أدميتلا بشيت نا ستول ديالوغو. طبعا أنا أتكلم عن قسم من المعارضة الذي يرفض الحوار. يا أوبشن ملوين أو تشاست أوبوزيتسي كتري أدميتا ديالوغو. نحن على سبيل المثال من بعض المعارضة التي قبلت بالحوار وحضرت هذا اللقاء. اسمي يدن تشاستي أوبوزيتسي كترا سوغلاسي لاس ديالوغيم أ أوتشاستي راسي ديالوغو. وبعدها اتفقنا على انه من الضروري الدخول في العمليه السياسيه لحل الازمه في سوريا. فيديلي جايت شبه باسم ستوبلي دو بوليتيكيو بروسيسو باسم جيشلي كريزي في سوريا. اصرار الغرب على عدم حل الازمه. ترفاني زابادو نا نيرجشني كريزي. وتشبث الدول الصديقة بعدم السماح للغرب بالدخول وإعادة التجربة الليبية. ترفاني بشاتليني ستاتو أوتو أبي نبيلو فوينسكي مشيواني دو سيري أني أوباكواني ليبيسكي سكوشينوستي. والجميع يتذكر بأن هناك دبل فيتو روسي صيني لمرتين. بيسي بوماتو يتجي دويتي فيتو بيلو بوجيواني دوكرات. منعت تكرار السيناريو الليبي. تضل زبراني لو أوباكواني ليبيسكي سيناريو. جعل الغرب يفتش عن وسائل أخرى لإلدامة الاشتباك. تضل فيتسو motivovalo Západ, aby hledal nové způsoby pro protahování krize. وإدامه الاشتباك هو للتفكيك لمحاوله تفكيك الدوله كما يريد الغرب. بوكراتشواني في كونفليكتو يي برو روسباد بايزاتي روسباد ستاتو يك
والمراهنة على عاملين لتفكيك ساتسكاي نا دفي فيتسي نا دفي فاكتوري برو روسباد ستاتو انقسام وتفكك وتحلل المؤسسة العسكرية أي جيش روس ديلني في بوتساتي روس تشيشتيني وينسكي انستيتوتسي توزنان أرمادا أو الانهيار الاقتصادي أنا بو إيكونوميتسكي كراخ. حقيقة الأمر أن هذا السيناريو الثاني البديل الأول. سكوتشنوستي جي تبل دروهي سينار كتري ألتيرناتيف وتوهو بروفنيها. حتى اليوم هو فاشل. دودنسكا يي نيز دارجيلي. لأن سوريا حتى الآن تملك جيشا متماسكا. بروتوجي سوريا دودنسكا ما يدنوتنو أرمادو. ومؤسسات قائمة. ما استالي انستيتوتسي كتري سو ناسوي ميستي. ودولة تقوم بكل واجباتها تجاه المواطن. استاد بلني بشكري سوي بوفينوستي بوتشي اوبشانوم. وتؤمن كل له كل احتياجاته الحياتية اليومية. اوبشانوم بشكري يخ جيفوتني بوتشبي. طبعا بالتأكيد رغم حجم المعاناة الكبيرة. بشس بوتشيت وتربني فيليكو وتربني كتري دوجيبامي لأن هذا موضوع آخر تينا أوتاسكا وبالتالي فحتى الانهيار الاقتصادي المرتقب لم يحصل تيما اخترجيت جي اي ايكونوميتك كراخ كتري وتشيكوالي سنة كونان بالمعطيات الخارجية اليوم الغرب يعرف تتشكم ديسة بودم بابت او زانشتي انديكاتوري مي في ميجي زابد في أن الجيش قادر على الاستمرار لفترة طويلة دون أن يتفكك. جي أرمادا يي سخوبنا فيدرجت يشتي برودلشي أبدوي أنيش بيس روسبادلو. وأن الوضع الاقتصادي رغم أنه متعب ولكنه يستطيع الصمود لفترة طويلة. جي إيكونوميتسكا سيتواتسي أتكولي في أونافينا على يشتي فيدرجي ندلو هدوبو. وبالتالي بدأ الغرب يتكيف مع هذا الواقع. بروتو تشكم زابات سيسناجي ويعيد حساباته زاتشالسي كالكولوفات زنوفو للعمل تكتيكيا لتحصيل استراتيجيته وهدفه الاخير بطرق جديده ابينا بلني يهو استراتيجي ينيمي سبوسو بالمقابل الدولة لم تغير من ثوابتها نابروتي تومو ستات نزميني سوي زاصدي التي طرحتها منذ الشهر السابع كما قلت عام 2011 بأنه رغم حجم العنف العالي فإن الحل سياسي بامتياز على فلادا في جيشيني بوليتيكي اكسلنتني وان الحل السياسي اداته الرئيسيه هي الحوار هلافيم انسترومنتم بوليتيكو جيشيني ديالوج وان الحوار له شروط ديالوج ما بودمينكي للنجاح ابي بيل اوسبيشني وليست شروطا مسبقه على نيسو بشدم نالوجي اكو ديال بودمينكي وهذا الفرق بين ما تطرحه الحكومة وبين ما يطرحه المعارضون في الخارج. تايتن روزيل مزيتوتسو فلادرجيكا اتسورجيكاي اوبوزيتني تشينيتيلي اكزيلو. فنحن نقول حوار بدون شروط. ميجيكا ديالوج بس بودمينه. وان الشرط الوحيد هو القبول بمبدا الحوار. يدينا بودمينكا يي سوغلاسيت برينسيبيم ديالوجو. ودون اقصاء لاحد. بس اوتسترانيني كوهوكول. وبحرية مطلقة لطرح كل الأشياء على طرف الحوار. أبلني سفوبودا نبوتوتاني سفوبودو بشكلادات تسوكولي نا ستول ديالوج. وتقديم كل التسهيلات والضمانات لكل من يريد العودة إلى سوريا للمشاركة في الحوار. أبلادا بسكوتي بشكرا جارانسي نطنا أبي ليدي زفنكو بشيشلي دوسيري أو تشاسني بسي ديالوجو. هذا هو موقف الحكومة الواضح. توي ياسني ستانويسكو فلادي. كل شيء قابل للبحث. فشيخنو يي ديسكوتابلني. دون شروط. بس بودميني. ولكن لا نقبل أن أحد يضع شروطا مسبقة. على نسو على سيني أبي نكدو بشدن دافال بودمينكي. تنسف الحوار. تري بي أوتستراني لي توهو ديالوجوني وبوتساتي زنيتشي لي تن ديالوج. أو تدخل في بنية التغيير وآلياته مسبقا. أنا بو بيبنشوالا دو ستركتوري زمين أ يهو ريزني دو بشدن.
أبي بشدم ريكالي أكو. لأن هذه يجب أن تكون من نتائج حوار وليس شروطا مسبقة على الحوار. تطلع مصيبيت فيسلتكم تهو ديالوجو أنا بشدم أرتشيني بودمينكي تهو ديالوجو. نحن اليوم كررنا ومن خلال المبادرة التي طرحها السيد رئيس الجمهورية. نسك مسمى أباكوالي تسيري أبشس إنتياتيف وكتير بشبلوجي البان بريزيدنت ريبوبليكي. في الشهر السادس في 6/1/2013 وكانت واضحة. أبيلا يسنا إنتياتيف. لأننا نمد يدنا للجميع. جميع بودعوام ركو فشم. وشكلت لجنة وزارية. أبيلا بتورجينا فلادني كوميسي. من الحكومة. فلادي. لإجراء الاتصالات مفتوحة مع الجميع ودون شروط. أبي كونتكتوالي فشخني دوتشيني ستراني أبيز أم مزني. وأنا كأحد أعضاء الفريق المكلف بالحوار. يا يكو يدن زشلنو فلادني هو تيم وكتري سبلنا مطسن كديالوجو. ليس علينا شروط بالاتصال مع أي جهة معارضة. نمام أم مزني باستيكاتسين بكونتكتوات كوهو كوليفس أوبوزيتسي كتري. مستعدة للمشاركة في الحوار. كتري يسوق خطني سيقوديلتنا. وهذه في المرحلة التحضيرية للتحضير لطاولة الحوار المطلوبة. تجكم يتوقع بشيبرافني أبدوبي أبي سيبشيبرافالو يدناتسي ستول. أي نتكلم عن مرحلتين. تزانا ميملوين أدفو إتاباخ. المرحلة الأولى هي اتصالات مع الجميع. برفني إتابا هي كومونيكاسي سفشمي لتأمين البنية الموضوعية الصالحة لإطلاق الحوار. ستركتورا فودنا ستركتورا أبي ديالوغ زاتشال. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة إطلاق الحوار. إتابا هي بهلاشني تو ديالوغو. وطبعا على طاولة الحوار الجميع متساوون. أوبشن ستول ديالوغو في شيخني سيسوسي روفني. وهي طاولة مستديرة. أعطيه كولاتي ستول. وليس هناك من رئيس ومرؤوس. نبدأ تم أني فيدوتسي أني فيدن. وأن المتحاورون هم معنيون بإيجاد الآليات لإدارة الحوار. أتشاسنيتي ديالوغو نخازي برافي إدارة الحوار. ميكانيزم. أتشاسنيتي نهدوت الميكانيزم برافي ميكانيزموس كتري بشستيرو بودي فيدت الديالوغ. وأن كل ما سيصدر عن هذه الطاولة جيف شيخنو تسو فيدي ستو ستولو ستول ديالوغو سيذهب إلى إلى الاستفتاء من الشعب السوري تو باك شدلوجي ريفرندوم سيرسكي موليديون ليكتسب القوة الشرعية له أبي دستال زاكونو موت. وبالتالي نحن نوجد الآلية للذهاب إلى الاحتكام للشعب السوري في كل ما سوزان أمي باسمي أنا خازلة الميخانيزم سكتري الناس بسطي باسمي سيزبتالي سيرسكي هوليدو فجم نتشوف شسد هدنمي. المشكلة ليست لدينا الآن. بروبلم نيني ناشي سراني تيج. جميعنا أعلن وبما فيهم كما سمعتموه البارحة من وزير الخارجية. فشيخ نسمي هلاصلي فشيخ نتوه تسلسلي شيلي فشيرا قد منسترا زهنش نيفيتسي. بأننا مفتوحون على الجميع. جسمي أتوب جيني فشام ديالوغ. تشيسكي تشيك. مثلي تسيجة alespoň citelná část té opozice. No, fi qasam yani wadih wa mu'tabar min al-mu'arada. Už pochopila jakoby bezvýslednost toho dvouleté války. Tafahamat aw wasalat al-qana'a bi adam bezvýslednost té války a že teda bude připravená a ochotná. To se dlakaná, aby no, lžu ila lharab o lanef lejse leho natíži, o ano hne mustaadu. Ochotná zasednout opravdu k tomu jednacímu stolu, který nabízíte. Ila tavlit lhivár, leti ta'arudunáha. بدون شك أنا أميز بين نوعين من المسلحين. بس بخيبو يا رزشين مزي دوا دروهي أزبروينتي. هناك عدد من المسلحين من الأبناء السوريين الذين حملوا السلاح نتيجة مجموعة من العوامل. يه رجادة سينو سيرسكي هولي دكتوري نصلي زبرانية في دوستلتكو روزنيخ فاكتور. وهؤلاء أغلبهم وصل إلى قناعة بأن حمل السلاح لن يؤدي إلى نتيجة. تدلى رجادة زنيخ نو بيتشينا زنيخ نبيفالي بشيسويتشيني جي نصلي زبرانية نبوفيدي يبز بيسلدني. ونحن نقول لهم بأنه يمكن أن نوجد صيغ تفاهم تحل هذه المشكلة. مجم نخازت فورمي
بالتالي بيرجع شيء تضل السيتواسيون. لذلك نحن دائما نقول حتى نحاور المسلحين الذين يتخلون عن سلاحهم بروتوميس كما يصوره الغرب. ناني تاك ياكي بريتستابوي زابا. وان الصراع ليس طائفيا. بوي كتري سوسكوتن ستدي ناني سكتارسكين بوي. ولا حتى عرقيا. اني نارودني. ولكن الادوات المشروع الخارجي على انسترومنتي زانشنيهو ارادت ان تظهره على هذه الشكل اختيلا هو بسويتليت نبو ريبريزنتوفات تينتو سبوسوم. ساعطيها بعض الامثله. دام نكتري بشكل مدينة حلب التي هجرت نستو على بوكتير وش ليدي مسل إيميغروفات وخرج منها أكثر من 1.5 مليون زني ودشتو فيتنش 1.5 مليون ليدي أغلبهم من السنة فيتشنا زني خسو سمتي أماكن لجوئهم هي في الساحل لازقية وطرطوس أونيسي أخيلي لي برافي نا أبلاستي الساحل سيرسكي وبوب جيجي تزال أطاكي أطرطوس التي هي حاضنة من طائفة أخرى كترى فيتشينوفا زيني أبلني زيني هو وهم يعيشون بين أهلهم على أني تمجي ومز سبيمي ولم يتعرضوا إلى أي أخطار في أماكن لجوئهم نبي لي فيستافيني جادني هون فيسبتشي في أبلاستي كترى سي أخيلي حمص عندما هجرت أعداد كبيرة بمئات الآلاف. كتير بديش مصري إيميغروات زهمسو وتتس زهمسو ستوفكتي سيتسليدي. أغلبهم